العضو المنتدب السابق والمساهم الرئيس في هيرفي يطالب برصيد إجازاته عن 40 عاماً مضت. والشركة أميانتي تكلف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال. حياكم الله في أوراق تداول. أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن آخر التطورات بشأن طلب الانتقال إلى السوق الرئيس، وأوضحت الشركة أنها تلقت إفادة من مجموعة تداول السعودية بعدم اكتمال طلب الانتقال للسوق الرئيس، وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن في حينه. وأعلنت الشركة في بداية نوفمبر الجاري عن إعادة تقديم طلب الانتقال إلى السوق من خلال النظام الآلي الذي حددته مجموعة تداول السعودية لهذا الغرض. ارتفعت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق إلى 29 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بقيمة الأرباح التي بلغت 8,900,000 ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من 2020. وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات، بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض المصاريف التمويلية نتيجة إعادة جدولة القروض والتزام الشركة في سداد الدفعات المستحقة التي حققت زيادة في أرباح الشركة. ارتفعت خسائر شركة الطباعة والتغليف إلى 46 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بخسائر بلغت 11 مليون و600 ألف ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من 2020. وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في المبيعات، إضافة إلى الارتفاع في تكلفة مواد الخام. تراجع صافي الخسائر للنتائج المالية لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي بالربع الثالث ب 13% مقارنة بخسائر الشركة في الربع المماثل من العام الماضي في ظل زيادة المبيعات. ووفقا لبيانات الشركة تراجع صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة إلى 10 ملايين ريال مقابل 12 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الخسائر يعود بشكل أساس لزيادة المبيعات وانخفاض التكلفة إلى جانب انخفاض المصاريف التمويلية. قرر مجلس إدارة شركة أميانتي العربية السعودية بتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال، وتشمل تخفيض رأس المال ومن ثم رفع رأس المال من جديد بما يتناسب مع وضع الشركة المالي. وأوضحت الشركة في بيانها أن هذا التكليف يشمل تعيين مستشارين ماليين وقانونيين وتقديم خطة بديلة مالية إلى مجلس الإدارة تتناول كيفية رفع الملاءة المالية للشركة وتحسين الأداء التشغيلي. حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء المرحلة الثالثة للتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة تأجير في بوابة نقل الإلكترونية. وألزمت الهيئة جميع منشآت تأجير السيارات ضمن الفئة باء في مختلف أنحاء المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد ابتداء من ديسمبر المقبل، موضحة أن العقد الإلكتروني الموحد يتضمن مزايا مهمة منها أن يعد عقدا موثقا مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وسيسهم في حفظ الحقوق بين طرفي العلاقة ويقلص من النزاعات، إضافة إلى أنه يخفف العبء على الجهات ذات العلاقة. أعلنت شركة سمو العقارية عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة تبلغ 114 مليون ريال لمدة سنة. وأوضحت الشركة أن قيمة التسهيلات تتضمن 64 مليون ريال مجددة، إضافة إلى 50 مليون ريال لمشاريع جديدة، مبينة أن الهدف من التسهيلات تمويل تطوير مشاريع عقارية. وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات وهي رهن عقاري وسند لأمر من الشركة، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية. يشهد سوق الأسهم المحلية انتعاشاً نسبياً خلال الفترة الحالية بسبب إعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية للربع الثالث، وهو ما انعكس على السيولة خلال هذا الأسبوع، ليقترب المؤشر من أعلى إغلاق منذ 15 عاماً حين توقف المؤشر عند مستوى 11940 نقطة، والذي سجله بنهاية أكتوبر الماضي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي هاتفياً المحلل المالي علي الجعفري. أهلاً بك أستاذ علي. بداية، الشركات المدرجة يعني أسهمها خلال الأيام الماضية تسير ربما في موجة صعود مكنتها من تحقيق مستويات لم تصل لها منذ 2008، يعني شهدت بعض الجلسات تذبذباً وارتفاعاً في بداية هذا الأسبوع، إلا أنها لم تؤثر على إغلاقات الجلسة. يعني هل السوق بشكل عام بفضل ما شهدته من قرارات تنظيمية تطويرية أصبح أكثر تماسك أمام مثل هذه المضاربات؟ أهلا، مساء الخير عزيزي. طبعا التذبذبات اللي قاعدين نشوفها أنا أعتقد تذبذبات طبيعية، يعني حتى اليوم مثلا إحنا اليوم كان عندنا تذبذب تقريبا بحوالي 118 نقطة ما بين أعلى نقطة وأقل نقطة. إحنا المؤشر وصل أعلى نقطة عند منطقة 11912 تقريبا، وأقل نقطة عند 11794. لكن الملاحظ أنه جميع قطاعات السوق كانت منخفضة ما عدا القطاع البنكي. القطاع البنكي اليوم أعطانا 85 نقطة إيجابية، رغم أنه المؤشر مقتدى إلى بارتفاع تقريبا حوالي 5 نقاط، 4 نقاط 9 من 10. أنا أعتقد أنه عمليات التذبذب عملية طبيعية، ولكن نجد اليوم أنه مثلا مصرف الراجحي لوحده فقط غير أنه معطينا في المؤشر تقريبا 73 نقطة إيجابية، إلا أنه حجم التداول اقترب من المليار تقريبا 949 مليون. فأنا أعتقد أنه عمليات التذبذب شيء طبيعي، ولكن يمكن حدة التذبذب اليوم في بقية قطاعات السوق كانت قوية نوعا ما. احنا شفنا تقريبا 4 شركات يعني قريبة من نسبة الدنيا، وفيها شركات ما نقدر نقول فيها شركات مضاربية، يعني فيها شركات جيدة أيضا. لكن أنا أعتقد أنه السوق ممكن يعمل عملية جني أرباح، هذا شيء طبيعي. طبعا عملية المضاربة احنا كنا نشوف عمليات التداول العالية اللي مرت في الفترات الماضية، كان السبب الرئيسي فيها كان زيادة التداول بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الشركات القيادية حافظت على تقريبا نفس المستويات. لكن اليوم يمكن وضع السوق كان بالنسبة للمتداولين كان في فعلا تذبذبات عالية نوعا ما، وخاصة في كثير من القطاعات، يعني في جميع قطاعات السوق منخفضة ما عدا القطاع البنكي. نعم أستاذ علي، عادة في نهاية إعلانات الربع الثالث، يعني هذا الأسبوع هو آخر مهلة لإعلان نتائج الشركات، يبدو أن هنالك حركة واضحة، وأنت يبدو أنك تابعتها في بداية هذا الأسبوع على الشركات، دعنا نسميها بالشركات الصغيرة، وربما تنشط الحركة أيضا خلال الأسبوع القادم. البعض يشبه هذين الأسبوعين بأنه كأنه يعني نقطة تفتيش أمام هذه الشركات الصغيرة لكي تعبر ومن ثم تواصل الصعود، ما السبب؟ شوف عزيزي، طبعا مؤكد انه دائما طبعا السوق الان في اتجاه قاعد، احنا عند مناطق مرتفعه، مكرر ارباح السوق تقريبا عند منطقه 29. كثير من المحافظ الكبيره تسعى بعد ظهور النتائج الى اعاده التمركز او اعاده توزيع الثقل في الشركات على حسب نتائج الشركات. احنا طبعا احنا الان باقي تقريبا 3 أيام، إلى الآن أعلنت 148 شركة
السوق ينتظر الآن بقية الشركات عددها 57، لكن أعظم أو أغلب الشركات القيادية جميعها أعلنت نتائجها. عمليات جني الأرباح أنا أعتقد شيء طبيعي جدا. أنا أعتقد أنه ممكن نشوف تذبذبات خلال الفترة القادمة. لا ننسى أنه إحنا الآن برضو باقي إحنا كمان شهر وأقل من يعني من شهرين وتنتهي السنة المالية 2021، وبالتالي عمليات التذبذب في الشركات أنا أعتقد أنه راح تكون عالية نوعا ما. لا ننسى أنه كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة كثير منها لا تستحق القيمة المالية، ولكن لأنه ما فيها صناديق وما فيها كبار مستثمرين، فبالتالي سهل عملية أنه يكون فيها مضاربات، والمضاربات في النهاية هي اللي ممكن يكون فيها عمليات تداول عالية. لذلك أنا أعتقد أنه بعد ظهور النتائج ممكن يكون في تذبذب في السوق، ولكن راح نجد أنه يمكن تبدأ العودة مرة أخرى لشركات المضاربة بشكل أو بآخر، ولكن راح تكون انتقائية بعد المضاربات، لأنه يعني في النهاية السوق أساسا يتحرك في الشركات القيادية ونتائج الشركات القيادية. نعم علي متفضل. في عندنا قطاعات قوية وهذه اللي تحرك المؤشر، ولكن في النهاية عملية المضاربة أنا أعتقد أنه عملية مرتبطة وعملية موجودة في جميع الأسواق، يعني ليست فقط في السوق السعودي. علي الجعفري المحلل المالي، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. رفع المساهم الرئيس والعضو المنتدب السابق في شركة هيرفي أحمد السعيد دعوى قضائية في المحكمة العمالية بالرياض بقيمة 37,580,000 ريال عن استحقاقه لرصيد إجازة غير مدفوعة الأجر عن 40 سنة مضت. بدأت القصة باختلاف وجهات نظر، اتفاق على عدم الاتفاق، وربما مشاكل أكبر كانت تدور في جوانب شركة هيرفي للأغذية، والتي تسببت في أن يتخلى مؤسسها أحمد السعيد باختياره أو مجبرا. ففي 25 أبريل 2021 تم قبول وسريان استقالة أحمد السعيد بسبب عدم التناغم في وجهات النظر، مع احتفاظه بمنصبه كعضو مجلس إدارة وعضو منتدب، والتي انتهت مدته في 30 أبريل 2021، بعد نحو 5 أيام على تعيين سام بدر رئيساً تنفيذياً لشركة هيرفي. رفع العضو المنتدب السابق والمساهم الرئيسي أحمد السعيد الذي يملك نسبة 20% من رأس مال الشركة دعواً قضائية في المحكمة العمالية بالرياض بقيمة 37,580,000 ريال، وذلك عن استحقاقه لرصيد إجازة غير مدفوعة الأجر عن 40 سنة الماضية. هيرفي ردت بأن المطالبة تشمل استحقاق السعيد لرصيد إجازة غير مدفوعة الأجر، وأن القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة حق لأي شخص في رفع دعوى قضائية، بغض النظر عما إذا كان لهذا الشخص الحق في مطالبته أم لا، وأن القضية ما زالت جارية. توقعت الشركة أن تكون القضية لصالحها، وأنه تم رفعها خلال الربع الثالث من هذا العام، لذلك لم تسجل الشركة أي مخصص في القوائم المالية الحالية. فبعد أن أمضى السعيد أكثر من 40 عاماً في تأسيس هيرفي للأغذية، هل خاب ظنه فيما أسس وفقد مكانه داخل الشركة؟ فالخيبة أشد من الفقد. ولمناقشة هذه القضية ينضم معي هاتفيا من الرياض المستشار القانوني محمد الوهيبي. أهلا بك يا أستاذ محمد. بداية دعنا نناقش هذه القضية اليوم، العضو المنتدب السابق لهيرفي، من الناحية القانونية أتحدث، هل يحق لها المطالبة برصيد إجازاته غير المدفوعة خلال 40 عام مضت؟ أهلا وسهلا، حياك الله أخوي محمد، وأسعد الله مساكم مساء السادة المشاهدين. طبعا يعني إجراءات التقاضي في المملكة تعطي الحق لأي شخص أن يتقدم بدعوى قضائية، ولكن ليس شرطا أن تقديم الدعوى القضائية هذه تكون أن يكون الشخص له حق، كما ذكرتم أيضا في تقريركم. يعني ليس من المعقول عقلا قانونيا أنا أتحدث، أنه رئيسا تنفيذيا وعضو منتدب
ولمدة 40 سنة لم يتم صرف مستحقاته عن بدلات الإجازة، وهل هو طالب بها ولم يتم صرفها؟ وليس من المعقول شركة بهذا الحجم في السوق السعودي وأنها لم تكن ملتزمة بالأنظمة بشكل كامل على مدى 40 عاما. يعني يمكن لو قلت لي والله أحد الشركات اللي موجودة في السوق السعودي ما صرفت مثلا بدل الإجازة لمدة 5 سنوات 6 سنوات كحد أقصى، ممكن أنها تكون مقبولة نوعا ما، لكن 40 عاما أعتقد يعني أنها فيها نوع كبير جدا من المبالغة، خصوصا وأنه النظام حل مثل هذه الإشكاليات نظاميا، لأنه تقديم الإجازة هو حق مكتسب للعامل وفقا لنظام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أو للإدارة أن تقوم بتأجيل هذه الإجازة ما يزيد عن 90 يوما. هذا يعني أنا أعتقد أنه نوع من المبالغة الغير معقولة التي لا يتصورها الشخص العادي الطبيعي، فما بالك نحن كقانونيين أنك تدعي بأنه 40 عاما أنت لم تحصل على يعني المستحقات المالية اللي هي خاصة بالإجازات. جيد، يعني هذه القضية أيضا يعني أستاذ محمد، وأنت محامي وتعلم بهذه الأمور القانونية، يعني قد تعتبر يعني بل هي تعتبر قضية عمالية بحتة عن حقوق نهاية خدمة موظف بغض النظر كان رئيسا تنفيذيا أم حتى موظف آخر، لكن هل تعتقد اليوم أن النظام يعني سيسمح لها يعني 40 سنة 40 شهر كتعويض؟ بس معليش اخوي محمد، لا في فارق اكيد، انا يفرق معي المنصب اللي كان موجود فيه الشخص لانه هو اللي كان مسؤول عن هذا، فهذا اندل يدل على انه هناك سوء للاداره. طب مين كان الرئيس التنفيذي في ذاك الوقت؟ صحيح، هو كان الرئيس التنفيذي، فهذا اعتبر انه اقرار ضمني بان هناك سوء للاداره. اذا لم تكن قادر في ذاك الوقت للحصول على حقوقك، كيف حقوق العماله والموظفين اللي موجودين تحت ادارتك؟ لا اكيد انها تؤثر، يعني احنا نتحدث صحيح بالنظام، ولكن ايضا نتحدث عن من المسؤول عن تطبيق هذا النظام ومن المكلف عن بتطبيق هذا النظام. اذا انت رئيسا تنفيذيا وكنت عاجز عن يعني الحقوق العمالية، فما بالك الموظفين الاخرين؟ لكن ان صح هذا الافتراض، يعني بالنهاية هو يبقى افتراض، لا تعلم مدى تأكيده حتى صدور الحكم. انا اتحدث كافتراض صحيح بما هو متداول في يعني في وسائل الإعلام. احنا لا نعلم ما هي تفاصيل الموضوع، ولكن ارجع واقول لك اخوي محمد، عقلا لا تقبل انه 40 عاما النظام اعطى الأحقية للعامل انه مباشرة يتوجه للقضاء. يعني القضاء العمالي ترى يعني موجود في المملكة العربية السعودية من وقت 40 عام، نشوء المحاكم العمالية هو اللي حديث. يعني المقصد هو انه ما كان فيه شيء يمنعه بالمطالبة في ذاك الوقت، فالسكوت طيلة هذه الفترة أو طولة هذه المدة دون وجود مبرر واضح، أعتقد أنه يعني يخلينا نحط علامات استفهام وتعجب. ليس اتهاما لأحد وليس تقصيرا لأحد، إحنا نحلل الموقف قانونيا حسب المعطيات اللي متاحة قانونيا، المعطيات اللي موجودة. شخص يقول لك أنا الرئيس التنفيذي ولم أستطيع الحصول على مستحقاتي. طب الرئيس التنفيذي من مهامه هي إدارة الشركة بشكل كامل وحماية الحقوق الموظفين والعاملين وإلى آخره. صحيح تفضل. لكن في الأول وفي الأخير أستاذ محمد، الكلمة الأخيرة هي ستكون للقضاء، سواء إن كان له حق أو لم يكن هناك حق، أو كان هناك تعويضات تفرض على الشركة أو غيرها. يعني جيد، أيضا الشركة يعني ذكرت بأنه يعني من ردها في البيان أنها لم تسجل أي مخصص في القوائم المالية الحالية. بالعموم شكرا جزيلا لك المحامي محمد الوهيبي، كنت معي هاتفيا من الرياض.
حققت الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تقوم بتقديم الخدمات الأرضية لعملائها من شركات الطيران في جميع مطارات المملكة، حققت انخفاض في خسائرها ووصل إلى 153 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من هذا العام، مقارنة بخسائر تم تحقيقها في نفس الفترة من عام 2020. نتابع هذه الأرقام في التقرير التالي. انتعشت العديد من القطاعات والشركات بعد حالة ركود دامت أكثر من عام، جاء ذلك بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وجاهزية كافة المطارات بالمملكة والسماح بالسفر. الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي المشغل الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة، حيث تأسست عام 1945 من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتوحيد أعمال خدمات الدعم الأرضي في مطارات المملكة. وتتمثل أنشطتها في تقديم الخدمات الأرضية لعملائها من خطوط الطيران المحلية والدولية في جميع مطارات المملكة، والتي يبلغ عددها 28 مطاراً، وتشمل الخدمات جميع الأعمال المطلوبة لتجهيز الطائرة من وقت هبوطها على أرض المطار إلى حين إقلاعها لرحلتها التالية. وتخدم الشركة أكثر من 88 مليون مسافر على متن 700,000 رحلة سنوية. شهدت الخدمات الأرضية أحداثاً جوهرية خلال الربع الثالث من 2021، حيث وقعت شركة فلاي دبي اتفاقية لخدمات المناولة مع الخدمات الأرضية لمدة 5 سنوات بقيمة تتجاوز 100 مليون درهم. كما أبرمت الشركة أيضاً اتفاقية مع كروز السعودية، وذلك لتقديم خدمات الركاب لجميع رحلاتها المنطلقة والعائدة من وإلى ميناء جدة الإسلامي. كما أشارت توقعات بيوت الخبرة في المتوسط إلى تسجيل الشركة خسائر بنحو 44 مليون ريال، قياساً بخسائر تزيد على 86 مليون ريال خلال الربع المقابل من العام السابق، حيث تمت تغطية الشركة من قبل شركتي أبحاث. نتائج الربع الثالث من 2021 جاءت مقاربة لتوقعات شركات الأبحاث، حيث انخفضت الخسائر خلال هذا الربع إلى 43 مليون و500 ألف ريال، وأرجعت الخدمات الأرضية سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض الخسارة من الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية بقيمة 6,500,000 ريال. خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية انخفضت بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 54% لتصل إلى 153 مليون ريال تقريباً، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من العام السابق 2020 والتي حققت فيه خسائر قدرت ب 336 مليون ريال. الشركة أرجعت السبب في هذا الانخفاض في الخسائر تحديداً إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض خسائر بشكل واضح جداً، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أيضاً التكاليف التمويلية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المحتملة. ننتقل الآن ونتابع معكم أيضاً ما حدث في الإيرادات، ونتابع أبرز الأرقام في هذه الإيرادات، خصوصاً أن ذلك أتى من ارتفاع في نتائجها التمويلية بشكل واضح جداً. خلال التسعة أشهر الأولى حققت الإيرادات 1,168 مليون ريال، كذلك مقارنة بالعام الماضي 2020 كان الانخفاض بشكل واضح ب 895 مليون ريال. أيضاً 2019 حقق فارق واضح جداً بالزيادة بتقريباً 1,940 مليون ريال. ننتقل إلى تطور الأرباح ربعيا مقارنة بالربع الحالي بالربع السابق، نتابع أن أرباح الشركة زادت ب 12% وحققت أرباح ربعية قدرها 420 مليون ريال. السبب في ذلك يعود إلى انخفاض التعافي
المستمر في العمليات التشغيلية، وذلك بالرغم من وقف الدعم المقدم من برنامج ساند، إلى أن الشركة قامت أيضا بالتخطيط لمبادرات عديدة تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وتقليل أثر الجائحة على الربحية. من خلال مقارنة الربع الحالي للشركة بالربع المماثل من العام الماضي، الشركة حققت ارتفاع أيضا ب 57%، والسبب الرئيس لهذا الانخفاض يعود إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية وزيادة تكاليف التشغيل ب 115 مليون ريال، أيضا انخفاض الخسارة من الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية. أخيرا، حقوق المساهمين في الخدمات الأرضية انخفضت ب 2% ووصلت إلى 2,345 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، فيما انخفضت أيضا حقوق المساهمين ب 11% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وللحديث أكثر حول النتائج المالية للخدمات الأرضية ينضم معي مباشرة من استوديو جدة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وتطوير الأعمال محمد مازي. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، دعنا نتحدث حول أسباب انخفاض خسائر الخدمات الأرضية إلى 153 مليون ريال تقريبا بنهاية التسعة أشهر الأولى. السلام عليكم أخوي محمد، مسيك الله بالخير ومسي الأعزاء المشاهدين. الحمد لله، طبعا جائحة كورونا سببت لنا تحديات جدا جدا كبيرة خلال 2020، ومنها توقف العمليات التشغيلية في نهاية شهر فبراير، وبدأت تدريجيا الحمد لله بالتحسن والتعافي حتى وصلنا لنسبة 55% بنهاية 2020، والحمد لله هذا التعافي استمر في التحسن كل شهر إلى أن وصلنا إلى 70% بنهاية شهر سبتمبر. فجزء كبير من انخفاض الخسائر عاد بفضل الله إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وانفتاح السوق للرحلات الداخلية والدولية. ولا أخفى عليكم صراحة المجهود الذي انبذل في الصد من هذه الجائحة من أمور احترازية قد تمت، ساعدت بشكل كبير في زيادة ثقة المسافر الداخلي والاستمتاع بالتنقل داخل المملكة. فالحمد لله بنهاية شهر سبتمبر وصلت عمليات التشغيل للرحلات الداخلية ما يتجاوز 98%، وهو بشكل كبير تعدى المراحل الدولية اللي شفناها في الدول الثانية. أما بالنسبة للطيران الأجنبي والطيران الدولي، فاللي حدث في الربع الثالث سمح للعديد من الطيران الدولي والطيران الأجنبي بالعودة إلى الأجواء السعودية، والحمد لله حتى وصلت هذه الرحلات إلى ما يتقارب 55% من حجم الأعمال التي كنا عليها في 2019. طبعا بالإضافة إلى عودة الأعمال وعودة الرحلات الدولية والداخلية، فقد قامت الشركة منذ بداية الجائحة على العمل على عديد من المبادرات للحد من تأثير جائحة كورونا على أرباح وخسائر الشركة.
فقمنا بالعديد من المبادرات، كان من أهمها إعادة توطين الوظائف التي يشغلها الأجانب بالموظفين السعوديين، وبذلك تقليل الاعتماد على المقاولين والاعتماد على موظفين الشركة بأكبر قدر، بالإضافة إلى رفع الإدراك المالي لدى المحطات لدينا، واللي أصبحت في المقابل خط الدفاع الأول في الأمور المالية. والحمد لله تمكنت الشركة في 2020 من توفير ما يقارب من 580 مليون، وهذا التوفير استمر معنا في تقليص التكاليف الثابتة للشركة، فكنا نعتمد تقريبا 85% من تكاليف الشركة كانت ثابتة، استطعنا لله الحمد بتقليلها إلى ما يقارب من 65%، وهذا اللي ساعدنا أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من تقليل التكاليف التشغيلية كما لاحظنا. طبعا الربع الأول والربع الثاني كان في مساندة جدا عالية من برنامج ساند ما يقارب من 112 مليون، لم نشهدها في الربع الثالث، ولكن إذا قمنا بالتركيز على تكاليف التشغيل مقارنة الربع الأول بالثاني والثالث بعد إزالة الدعم اللي جانا من ساند، فنلاحظ أنه الحمد لله استطاعت الشركة بالرغم من ارتفاع عدد الرحلات ب30% إلا أن التكاليف التشغيلية ظلت ثابتة، وهذا يعكس الحمد لله المجهودات التي قامت فيها الشركة من مبادرات للحد من هذه التكاليف. جيد، لكن أيضا يعني خصوصا بما تفضلت به من معلومات مهمة وهذه التغييرات التي تعتبر استراتيجية في تاريخ الشركة، يعني ما الذي دعم الإيرادات لكي تزيد بأكثر من 45 مليون ريال تحديدا في هذا الربع؟ طبعا أكبر عامل كان عودة الطيران الأجنبي والرحلات الدولية، فكما ذكرت سابقا ارتفعت من 30% لما كانت عليه في 2019 بنهاية الربع الثاني حتى وصلت إلى 55% من حجم الأعمال في 2019، فهذا كان له صراحة تأثير جدا كبير على المبيعات. أستاذ محمد، يعني حدثنا عن خططكم اليوم المستقبلية خصوصا مع عودة الحياة وحتى الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. طبعا أول صراحة فرص قاعد تشوفها الشركة الآن مع توجه الحكومة الرشيدة ورؤيتها في استراتيجية قطاع الطيران، نجد أن هناك هدف سامي لزيادة عدد المسافرين من 100 مليون مسافر إلى 300 مليون مسافر، وهذا بحد ذاته تحدي كبير للقطاع أكمله للحصول على قطاع ذو تنافسية عالية ممكن له أن يتنافس مع مطارات الدول المجاورة، وفي وجود الرؤية 2030 لا يسعنا إلا أن نكون أحد من أعمدة هذا الهدف الأسمى، وهو من أكبر التحديات التي تقوم بها الشركة الآن لمواكبة هذه الأهداف والاستراتيجية. طبعا قامت الشركة بشكل كبير بالنظر إلى التكاليف التشغيلية وإلى هيكل التكاليف في الشركة ومقارنتها بشكل كبير بالتكاليف التي يحصل عليها الطيران الأجنبي أو الطيران السعودي في الدول المجاورة، وقامت الشركة بعمل مبادرات جدا كبيرة من أهمها مبادرات تقليص العمالة التي تقوم بمزاولة الأعمال في الساحة وفي الصالات. طبعا اعتمدت استراتيجيتنا بشكل كبير على الانترنت اوف ثينجز والديجيتاليزيشن، حيث أننا ننظر بشكل مكثف في إجراء اختبارات متعددة عن طريق تحسين تجربة المسافر بالاعتماد الكلي على التقنية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك قمنا بعمل تجارب على استخدام الخصائص الحيوية للمسافر لتسهيل إجراءات السفر، وبذلك بإذن الله تعالى نستطيع تقليل الحاجة للقوى العاملة في الصالات. أما بما يتناسب في الساحات فقد قمنا بعمل نظام معين مختص بالطيران الاقتصادي، حيث أن الطيران الاقتصادي له متطلبات جدا تختلف عن الطيران العادي، وقامت الشركة بإعداد تجارب لتقليص الأعداد العاملة في الساحات لخدمة هذه الطيران،
وبالأخص تقليل التكاليف المتعلقة بها، لأنها تؤثر بشكل كبير على تنافسية المملكة العربية السعودية وقطاع الطيران بالدول المجاورة. والحمد لله أتممنا تجارب جدا ناجحة، ونحن الآن بصدد استكمال الأمور التشغيلية والإجرائية لإطلاق المشروع على جميع مطارات المملكة بإذن الله تعالى. نعم، محمد مازي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وتطوير الأعمال في شركة الخدمات الأرضية، شكرا جزيلا لك. ولمتابعة القوائم المالية كقراءة مالية لشركة الخدمات الأرضية ينضم معي المستشار المالي حمد العليان في الاستوديو. أهلا بك أستاذ حمد. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد. بداية قبل أن نبدأ وندخل في القراءة المالية، استمعت قبل قليل لنائب الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الأرضية، يعني كيف رأيت هذه الموائمة، رد الشركة مع نتائجها المالية، هل كانت متوقعة؟ يعني أعتقد قطاع الطيران هو أكثر ضرراً أستاذ محمد من تاريخ الجائحة إلى يعني يتكلم الربع اللي مضى. لو لاحظنا الولايات المتحدة وبعض شركات الطيران أو ما يندرج تحتها خسرت تقريباً 300 مليار دولار فقط في الولايات المتحدة، فما بالك بعض يعني أو دول العالم الأخرى. اليوم كجزء من المملكة العربية السعودية من الجي 20 والدول الكبيرة، أعتقد أن الإغلاقات اللي حدثت لأنه مركز المملكة العربية السعودية كان كبير جدا فترة يعني التنقلات وفترة السياحة فترة كذلك الإيفنتات أو الفعاليات الكبيرة، لكن مع جائحة كورونا توقفت الحياة تماما. أعتقد العودة جيدة، المأمول أكثر، المتوقع بإذن الله أن يكون الربع الأخير من هذا العام هو ربع العطاء والتحول بشكل كبير إلى الربحية، لأنه اليوم زي ما ذكرنا أنه من تاريخ فتح الحدود وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، أعتقد أنه الوقت الآن مع الشركة أصبح يعني كبير جدا. 9 أشهر مضت الآن أمام الشركة محك كبير لتحقيق أرقام جيدة خلال الربع القادم، لأنه زي ما ذكرنا اليوم كمركزنا في بين دول العالم ومركز المملكة اقتصاديا وعالميا، كذلك موسم الحج يعني سمعنا أنه هناك يعني أو لاحظنا بموسم الحج الأخير هناك فتح كبير جدا أو توسع في أعداد الحجاج، كل هذا سيسهم إن شاء الله في تغير كبير لدى شركة الخطوط الأرضية. الجميل أن الشركة ليس لديها منافس أعتقد حاليا في المملكة العربية السعودية. المتوقع بإذن الله أنه يعني مع يعني انبثاقة، وسمعنا أن هناك يعني مطار جديد، وسمعنا أن هناك يعني شركة خطوط جديدة سعودية، أعتقد أن المنافسة سوف تكون أعلى في الفترة القادمة. اليوم العميل يحتاج إلى يعني كواليتي أو جودة عالية، ويحتاج إلى يعني دقة في كل التفاصيل، يعني لا يحتاج أنه تأخر في الرحلات أو كثير من الأمور، يعني ما ودي نتطرق الأمور التكنيكال لكن أو الأمور الفنية، لكن بالمجمل أعتقد أن شركة الطيران شركة خطوط الأرضية يعني أمامها محك كبير في تقديم نتائج جيدة الربع القادم.
القادم. الاحتياطيات جيدة، الإدارة كذلك، يعني سمعنا حديث النائب الرئيس للقطاع المالي، حديثه جدا يعني يعطي أمل ويعطي إن شاء الله مستقبل جيد إن شاء الله لدى الشركة. جيد، لكن يعني لو رأينا يعني عودة الاقتصاد بشكل تدريجي، يعني تقريبا منذ بداية 2021 والاقتصاد يعود بشكل واضح جدا، خصوصا المعيار الأهم أيضا قطاع السياحة، لاحظنا الشركات السياحية والفنادق وغيرها. الربع الثالث انخفاض خسائر الخدمات الأرضية، ألا تعتقد يفترض أن تكون النتائج أفضل من ذلك؟ أعتقد أنه التسعة أشهر هذه من الصعب أن نحكم على شركة خرجت من يعني أتكلم أكبر قطاع يعني صار له ضرر كبير، قطاع السياحة وقطاع الطيران، يأتي قطاع الكيترينج أو قطاع التموين، كل هذه تأتي تحت مظلة شركة الخطوط السعودية. اليوم لدينا برنامج خصخصة كبير جدا، خصخصة شركة الخطوط السعودية، وهذه واحدة من الشركات اللي خرجت تحت عباءة الخطوط السعودية، كذلك هناك شركة التموين. لو لاحظنا الضرر كبير جدا. الشيء الجميل لا زال هناك تماسك في قوائمها، الخسائر على رأس المال يعني تكاد لا تذكر، يعني هناك أمور يعني تعتبر جيدة يعني، لكن المأمول أكبر لدى الشركة. القطاع السياحي ممكن يدعم الفترة القادمة استقطاب سياح لدى المملكة العربية السعودية، وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. اليوم أعتقد أنه قطاع السياحة وقطاع الطيران ممكن يرى النور في عام 2022، ولاحظنا هذا مقارنة بدول العالم الأخرى. زي ما ذكرت لك، جميع الشركات اللي تحت مسمى الخطوط الأرضية في الولايات المتحدة وأوروبا تقريبا عادت كما كانت في السابق. الأمر الأخير اللي هو يدعم عودة هذه الشركة للربحية مرة أخرى هي نسبة التغطية الكبيرة للمستفيدين من لقاح فيروس كورونا، كذلك أعداد المصابين قل بشكل كبير، أسهم بشكل كبير يعني إلى عودة الحياة كما كانت، والطاقة الاستيعابية في الطيران أعتقد أنها يعني عادت بشكل واضح وملموس. جيد، أيضا يعني الخدمات الأرضية شركة لديها اتفاقيات قد تعتبر حديثة يعني في تاريخ الشركة، لديها اتفاقية مع كروز السعودية على سبيل المثال، هذه الاتفاقيات يعني كيف ستنقل الشركة؟ إذا سمحت لي محمد، اليوم أعتقد أن كورونا غيرت شكل جميع الشركات أستاذ محمد، أي بمعنى أنه شركة تسير في نهج واحد أو رتم واحد يجب أن تبحث عن خطة أخرى بديلة في حالة يعني أنه حدث ما حدث من العام الماضي. يعني حدث العام الماضي جلل وكبير جدا على الشركات اللي تعتمد على منتج واحد وعلى عميل واحد. يعني لو لاحظنا شركة كذلك التموين كانت متخصصة فقط في الكيترينج أو في التموين لدى شركات الطيران، اليوم بدأت تعمل خارج يعني نطاق الطيران، بدأت تعمل في أو تأخذ عقود من شركات أخرى مثل معادن وشركات سيار أو سار، كذلك خطوط الأرضية نفس الفكرة. الآن أعتقد أنه التنويع من محفظتها الاستثمارية والبحث عن قاعدة عملاء أكبر وأوسع ممكن يسهم بشكل كبير. اليوم لو لاحظنا أنه لم تدخل الشركة في هذا المجال، اتكلم انه الاستثمار في مجال الكروز او مجال النقل البحري الا بعد ما رأت النجاحات الكبيرة والاقبال اللي حدث خصوصا العام الماضي. لو لاحظنا في فترة الجائحة وعز الجائحة كان هناك اقبال في اتكلم على الكروز. اليوم كذلك انه واحدة من الاشياء اللي تبحث عنها هيئة السياحة او ترغب فيها التنويع المنتجات لدى المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية، واحدة منها هذه الشيء. واعتقد أن لم تذهب الشركة لهذا النوع من الاستثمارات إلا على يقين كامل أنه إن شاء الله يكون مربح وسوف يكون نتائج جيدة لدى الشركة في المستقبل القريب. جيد، على عجالة، هل يمكن لنا مقارنة مالية بين التموين والخدمات الأرضية، النظر بهاتين الشركتين على مقربة، أم أن كل يعني كل لهما على حدة كقراءة مالية؟ لا يمكن أن نجمع بين التموين والخدمات. من الصعب، هما مستقلين وبرئاسة مجلس إدارتين مختلفتين، فأعتقد أنه من الصعب أننا يعني نربط بين شركتين تعمل في قطاعين مختلفين تماما. لكن ما يربط بينهم هو الشركات، يعني شركة التموين وشركة الخدمات الأرضية بدأت تبحث عن أذرعة استثمارية أخرى يعني تنويع محفظتها الاستثمارية وزيادة إيراداتها وأرباحها. لكن المأمول والمتوقع بإذن الله أن تعود هذه الشركات المتضررة من جائحة كورونا للربح
الصحية سنة 22 صحيح. في الربع الأول بإذن الله، خصوصا أنك تحدث عن جزئية مهمة وهي الخصخصة. تابعنا هذا الموضوع نعم. من قبل سنوات حينما تم خصخصة مطارات الرياض ومطارات نعم. المملكة، ورأينا هذا الأثر بشكل واضح جدا. لم يتبقى لي وقت، شكرا جزيلا لك. شكرا. هذه الإيضاحات حمد العليان المستشار المالي، شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، في أمان الله.